إذن كيف يعني فضيلتكم رسالة إلى كل الأبناء الذين يوجد آباؤهم أمهاتهم يعني أحياء الآن؟ أنا أوصي الأبناء الآن ونحن في زمن قد تغيرت فيه الكثير من المفاهيم وتغيرت فيه الكثير من العلاقات فيما بين الأبناء والأبناء، عودوا أيها الأبناء إلى أحضان آبائكم وأمهاتكم مرة ثانية، حققوا الحنان للأب والأم، اجعلوا الأب والأم يشعر بأن ولده هو في أحضانه وهو جزء منه وأنه ما زال في هذا الدفء الأسري الموجود. انظر في وجه والدك وحقق له البسمة واجعل السرور على قلبه وعلى وجهه بسبب أنه يراك. أطيعوا آباءكم وأمهاتكم، حققوا النص الإلهي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لا تجعل والدك ولا أمك يعني تنزعج من وجودك، بل إن وجودك لابد أن يكون سببا في سعادتهما وفي سرورهما.